السلام عليكم، ازيك يا عم شوقي؟ احنا جايين نشتري اضحية العيد من عندك، بس يا رب تكون حاجة رخيصة وحلوة كده. انا عندي كل الطلبات اللي انتوا عايزينها، عندي خرفان حلوة جدا، وعندي كمان بقر، بس اهم حاجة السعر يا عم شوقي، اصل انت عارف الاسعار غالية نار اليومين دولت، عشان انت عارف العيد كده. وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانتوا طيبين. وازيك يا لولو، عاملة ايه؟ هي الحمد لله يا عمو. طيب احنا هننقي بقرة حلوة كده عشان تقضينا وتقضي المساكين والمحتاجين. ايه رأيك يا لولو يا حبيبتي، نجيب انهي بقرة؟ ها البقرة اللي هناك الملزلزة دي يا بابا، حلوة قوي وشكلها كمان عجبني. طيب يا لولو، هات لنا البقرة البني الجميلة دي عشان تقضينا وتقضي المساكين. طيب، بس اهم حاجة خلي السعر يكون حلو كده. البقرة دي جميلة جدا وهتعجبك، وبـ10,000 جنيه بس. بـ10,000 جنيه؟ ده رخيصة خالص. طب يلا، على خيرة الله، هتهنى. ايه رأيك يا لولو؟ هادي جميلة قوي يا بابا، وماما كمان هتفرح بيها خالص. طب يلا يا حبيبتي، خلينا نروح لماما. يا ام لولو، ها ايه ده؟ ها ازيك يا ابو لولو؟ الله، احنا عاملينك مفاجأة، تعالي يلا عشان تشوفيها. ها خير ان شاء الله. ايه رأيك؟ الله، بسم الله ما شاء الله، ايه البقرة الجميلة دي؟ دي حلوة خالص يا ابو لولو. ها انا قلت اجيبها وافرحك يا ام لولو عشان تقضينا وتقضي المساكين والمحتاجين. خير ما عملت يا ابو لولو، يلا بينا عشان نروح نذبحها. يلا بينا يا ام لولو. ياه، احنا مستنيين الراجل الجزار دوت بقالنا كتير قوي، اما نتصل بيه. ها الو، ايوه يا عم الجزار، السلام عليكم، انت هتيجي امتى؟ انا جاي لك في الطريق اهوت يا ابو لولو، انا جاي. السلام عليكم، انا جيت يا ابو لولو، انت عارف بقى كل سنه وانتوا طيبين، والنهارده عيد والجو زحمه خالص، وبذبح لناس كتيره جدا، فعشان كده انا اتاخرت. ها ولا يهمك يا عم شوقي، بس اهم حاجه اذبح لنا البقره. يلا. ها عينيا ليكوا، يلا. كل سنه وانتوا طيبين. بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. هي يا بابا.